واهلك شهداءهم واحشرنا معهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة السلف. اللهم سرهني عن الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان. السلام عليك يا أبا عبد الأرواح التي خلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي غرت بها كل شيء فخذ على كل شيء وذلل كل شر وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شر وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شر وبأسمائك التي ملأت أركان كل شر
وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل سن اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقاب اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النوام اللهم اغفر لي الذنوب التي تهبس الدار اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأته اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفئ بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك صال خادم متبلل خاشع أن تصارخني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانا وفي جميع الأهوال متواضعا اللهم أسألك صال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وأذم في ما عندك رغبته اللهم أذم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكروك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك ولي اللهم مولاي كم من قبي سترت وكم من فاضح من البلاء أقلت وكم من إثار بقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت اللهم أظم بلائي وافرت بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وهبسني أن في بعد أمالي وخدعت للدنيا بغرورها
ونفسي بجرايه روك فمتالي يا سيدي فاسالك بعزتك الا يهجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضلني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وساعتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك حليم في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور أتوفا إلهي وربي من لي خيرك إلهي وربي إلهي وربي من لي غيرك أسألك كشف ضري والنذر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي وكما اتبعت فيه أبا نفسي ولو أترس فيه من تزيين غدري فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القدر فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد ودودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا وجهة لي في وجرى علي فيه قضاك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذلا معترفا لا اجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا توجه اليه في امري غير قبولك عذري وادخالك اياك في سعه رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شده ضري وفكني من شده وثاقي يا رب رفع بدني يا رب يا رب رفع بدني يا رب ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي منارك بعد توحيدك وبعد من توى علي قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقد ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضع لربوبيتك هيهات
أنت أكرم من ارتدك يا من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من أوبيت أو تسلم إلى البلاد من شفيته ورنمت فليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن وثقت بتوحيدك صادقا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى غوائر هبت من العلم بك حتى صارت خاشعا وعلى جوار اسعت الى اوطان تبقد کتاب و اشارت به استغفار کم و دنه ما ما کدب دن و بک ولا اخبرنا به فضل کمک یا کریم و یا رب یا کریم و یا کریم و یا رب ولا اخبرنا به فضل کلک یا کریم يا رب وأنت تعلم ضعفي القليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكتوب يسير بقاؤه قصير مدته فكيف اتوالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكارم فينا وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه فلا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا من غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف وأنا عبدك الضعيف الذليل الأغير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما من هذا الجواب كي لأليم العذاب وشدة أم لطول البلاء ومدة فلئن سيرتني للعقوبات معدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهب لي يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهب لي يا إلهي صبرت على هدم نارك فكيف أصبر عن النذر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك إلهي على إلهي على
رب عزت یا سیدی و مولای اقسم و صادقا لئن ترکتنی ناطقا لعب جنه الیک بین اهل هادجی جلام دین و لعصر خلن الیک سراخ المستسرخین و لعب کین علیک بکا الفاقدین و لعنا دینک این کنت یا ولی المؤمنین یا غایت آمال العارفین یا غیاث المستغیثین یا غیاث المستغیثین یا غیاث یا حبیب قلوب صادقین و یا اله العالمین افتراک سبحانک یا الهی و بحمدک تسمع فی صوت عبد مسلم سجن فی به مخالفت و داغت عذاب آب معصیت و هم سبینت باقه ها به جرم و جریرت و هو بید جو الیک دجیج محمل لرحمتک و یونانی که به لسان اهل توحیدک و یتوسل الیک به ربوبیتک یا مولای فکیف یبقا فی العذاب و هو یرجو سلف من علمک و رافتک و رحمتک ام کیف تعلم الله وهو يهمل فضلك ورحمتك أم كيف يرقه لهيبها وأنت تسمع صوتا فترى مكانا أم كيف يشتمل عليه زفيرنا وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتغلغل بين أتباقها وأنت تعلم صدقا ام کیف تزجر و زبانیتها و هو ینادی که یا ربم ام کیف یرجو فضلک فی عتقه منها فتترکه فیها هیهات ما ذلک الذنب بک ولا المعروف من فضلک فلا مشبه ما عملت به المبندی من برک و احسانک و من یقین اکت و لولا ما حکمت بهی من تعذیب جاندیک و قدیت بهی من خلاد ماندیک لجلت النار کلها بردن و سلاما و ما کان لهدن فیها مقرن و لا مقام لیکن که تقدست اسماک اقسم تن تملها من الكافری من الجنت و الناس اجمعین و انت خلد فی الماندی و انت جل ثناک قلت مبتدا و تتبنت به نام متکرما افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون الهی و سیدی فاسألک بالقدرة التي قدرتها فبالقضية التي أتمتها وأكمتها وغلبت من علي أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل أبلته
كتمتك أو علمت وأخفيتك أو أظهرتك وكل سيئات أمرت بإثبات الكرام الكتم وكل سيئات أمرت بإثبات الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جبارهم وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر ربي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك الدين يا من بيدي ناصيتي يا غليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك بعظم صفاتك بعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها بردا واغدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من علي مؤبلي يا من إليك شكوت أهوالي يا واشدد على العزيمة جوانبي وأبني الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جبارك مع المؤمنين اللهم
ومن أرادني بسوء فارده ومن كادني فكده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقرب منزلة منك وأخسم زلفة لدك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجدني بجودك وأعتق علي بمجدك وأفذني برحمتك واجعل لساني بذكرك على نجاب وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك بغيت على عبادك بعبادتك فأمرتهم بدعائك وذمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نسبت وجهي فإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دبا وذكره يا من اسمه دبا وذكره شفاء يا من اسمه دبا وذكره شفاء فتاعت مغنى ارهم من رأس ماده الرجاء وسلام البكاء امام رضا فرود ان كنت باكي الشيء فابكي للحسين ابن علي ابن ابي طالب حسين سلام البكاء يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستوشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد افعل بي ما انت اهله ولا تفعل بي ما انا اهله وصلى الله على رسوله وعلى أئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعدائهم واحشرنا معهم باسمك العظيم العظم وبالحسين يا الله
الله يا 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 الله النبي بعاله وعجل اللهم في فرج مولانا صاحب الزمان.